بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وليدات الثالثة إعدادي، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نبارطاجي معكم فيه كيف ما العادة لي سوليسيون ديال إيتانس المات، الدرس ديال لي سيستيم. دونك غادي نحاول نبارطاجي معكم لي سوليسيون ديال كاع لي زيكزارسيس اللي عندكم في هذا الدرس مصورة، يعني بدون شرح، فقط تصحيح. ومن بعد إن شاء الله غادي نديرو كل تمرين بالشرح ديالو، يعني التصحيح ديالو بالشرح بالورقة والستيلو كيف ما تعودنا دائما. دونك عندكم حتى واحد لاباج ديال الكي سي ام اللي عندكم في لاباج 74، عندكم الإجابة ديالها كيسيون أ باغ إكزومبل، لا ريبونس ديالو هو بي، حيت كيعطيوكم اختيارات أ بي ولا سي. كيسيون دو عندكم أ، كيسيون تخوا بي، كيسيون كاتخ أ، إلى آخره. دونك هادو فقط الإجابات مباشرة، ولكن الشرح راه ضروري من الورقة والستيلو باش نديرو الشرح إن شاء الله، ونراجعو القواعد ونعرفو كيفاش نخدمو أي إكزارسيس بإذن الله. دونك كنبداو بليزيكزارسيس اللي عندكم في لاباج من لا باج 81. دونك عندكم ثلاثة ولا أربعة ديال الصفحات اللي كيكونوا دائما. دونك غادي نحاول نشوفوا لي سوليسيون ديالهم. عندكم ليكزارسيس 8، ليكزارسيس 9، 10. دونك باغ اكزومبل ليكزارسيس 8 عندكم لا سوليسيون ديالو، حاولوا توقفوا الفيديو هنا وتخدموا التمرين. طبيعة الحال ضروري تخدم التمرين عاد تشوف الحل اللي درتي انت واش نفس الحل اللي كاين عندك في الفيديو ولا لا، واضح باش تستافد اكثر. اما الناس اللي كيجيو ينقلوا التمارين مباشره راه ما غاديين يستافدوا والو بطبيعه الحال. دونك حاول تخدم التمرين وحاول تقارن الاجابات اللي عندك، حيت الاغلبيه ديال التمارين كيعطيكم بعض المرات كيعطيكم حل مباشر، يعني ما كيعطيكمش الطريقه. دونك انت ضروري دير الطريقه ودير داكشي اللي تعلمتي في الدرس. واللي مازال ما شافش الدرس غنخليكم الرابط ديالو، حيت ضروري تشوف الدرس، شوف كيفاش كنحلوا اي سيستم كيف ما كان، بطرق بثلاثه. واخا هاد العام عندكم غير طريقتين، ولكن خصك تشوف كل شيء باش تستافد، وحتى الحلول ديال لي بروبليم حتى هما ان شاء الله. دونك عندكم ليكزارسيس 9، 10، 11. فوالا، دونك التمرين اللي بغيتو نبداو به خليه لي في التعليق، اللي بغيتو نبداو به الشرح، حيت هنا كيف ما قلت لكم هاد التمارين راه كاين غير الاجابه بدون شرح كما كتشوفوا. ليكزارسيس 11 نعطي لكم الطريقه، ولكن الا بغيتي تفهم اكثر ضروري خصك تتبع الفيديوهات الجايين، حيت كل فيديو غادي نخصو ليه، كل تمرين خصنا نخصو ليه فيديو بوحدو مع الشرح بطبيعه الحال ومراجعه ديال القواعد. ليكزارسيس 12، 13، فوالا ليكزارسيس 14، 15. دونك انت دير بوز الفيديو او البوز على التمرين اللي بغيتي حتى تشوف الحل مزيان وتأكد من الإجابة. اللي عنده اي تساؤل يخليه في التعليق. الله يجزيكم بخير اللي وصلوا لي فيديو هذا، واخا ما كنعتبروش انه فيديو نافع 100%، حيت الاغلبيه كياخذوا فقط الاجابات مباشره، وهادشي ما كنبغيش الصراحه. كنبغي الشرح، حيت المهم هو تفهم، ماشي المهم هو تجاوب على التمرين. الاستاذ فاش كيعطيك مثلا، عطاك التمرين 16، غتجي هنا غتوقف الفيديو تنقل التمرين 16 ودير الاستاذ اشنو استفدتي انت؟ هذا هو السؤال اللي خصك تطرحه على راسك، اشنو استفدتي؟ غادي تستافد ان الاستاذ مثلا الا كان كيدور على التمارين فوالا راه خدم التمرين، ولكن راه ماشي استفاده. هذيك راه استفاده التمارين. علاش كنديروهم التمارين؟ هو باش ترسخ الدرس في الذهن ديالك، واي تمرين تحط لك تقدر تجاوب عليه، سواء في الفرض ولا في الامتحان الجهوي. خصك تعرف تجاوب على الاسئله، حيت كيكونوا كل تمرين بطبيعه الحال كيكون عنده اسئله مختلفين على تمرين اخر. دونك تاخذ واحد الفكره على التمارين ديال الدرس كيفاش كيكونوا، وكيفاش كيتحطوا في الفرد، وكيفاش كيتحطوا حتى في الريجيونال. دونك كيف ما كتشوفوا راه كاع التمارين عندكم 18، 19، 20، جميع التمارين راه عندكم الاجابات ديالهم، غير اللي ما بغاش يقرا وصافي. المهم تحاول تخدم التمارين ديالك، ومن بعد عاد ترجع لهذا الفيديو وشوف، قلب على التمرين اللي انت محتاجه، دير بوز عليه وشوف لي ريبونز واش نفسهم اللي درتي انت ولا لا. ولا كان شي خطا حتى ممكن حتى يخطئوا حتى في هذا البي دي اف اللي بغيتي تشارجي بطبيعه الحال. البي دي اف كذلك غادي ندخلوا للسيت، راه غادي تلقاوه في الوصف. الا نسيت ما حطيتوش لكم اي حاجه كنقول لكم، راه كاين بعض المرات كنسى ما كنحطهاش، قولوها لي في التعليق وغادي نبارطاجي معكم ليا ان شاء الله. دونك جميع التمارين تقريبا بدون استثناء 22، 23 بالترتيب عندكم الحلول ديالهم. دونك هنا عندنا
سوليسيون سيستيم، دونك عطيتكم لا سوليسيون مباشرة وعطيتكم واحد المسألة معاه، دونك أسئلة اللي زوينين، تمارين زوينين، بتصير سؤال 23 إن شاء الله نبداو به، حيت بحال هذا هو النمط باش كيتحط الامتحان، كيتحطوا الفروض، يعطيك واحد السيستيم دير الحل ديالو، ومن بعد كيعطيك واحد المسألة اللي متعلقة بهداك السيستيم، خصك تحط لي ديمارش وتحط لي زيتاب باش كنحلو أي مسألة، وتعرف تجاوب، تعرف تقاد المسائل ديالك. دونك ليكزارسيس 24 نفس الطريقة، فوالا تعاوتاني عندنا سيستيم، عندنا مسألة. ليكزارسيس 25 نفس الطريقة، سيستيم مسألة. دونك كاع التمارين هادو كاملين مهمين، بحال ليكزارسيس 26 حتى وعندكم سيستيم، عندكم كذلك مسألة. فوالا دونك جميع التمارين بدون استثناء راه دايرين لكم الإجابات ديالهم، دونك انت دير مجهود عاد رجع وشوف الحلول ديالك واش نفس الحلول ولا لا. دونك اكزارسيس 30، اكزارسيس 31، دونك عطيكم الإجابة نشوف التمرين. Voilà, résoudre les systèmes suivants. Donc, عطينكم S1, S2, S3, S4. Donc, هنا عطينكم les réponses مباشرة. مثلا S1, le couple solution هو 1 1 sur 7. Le système 2, le couple solution ديالو. حتى le système 3. نفس الشيء بالنسبة للإكزرسيس 32, 33 و 34. Voilà, donc. وحاولوا تشوفوا حتى التمارين ديال المقررات الاخرين، وحاولوا تخدموا سيرتو الامتحانات الجهويه سواء بالعربيه ولا بالفرنسيه، راه نفس النماذج كيتحطوا، كتبقى غير الترجمه، كيبقى المشكل غير في المسائل اللي كتكون فيهم الترجمه شويه، خاصك تكون فاهم شويه فرنسي باش تعرف تحلل هذاك البروبليم وتعرف تجاوب. ما كيحتاجش شي حاجه اللي كبيره بزاف، ولكن كاين بعض الكلمات خاصك تكون تعرفهم. فوالا دونك غنكمل معكم لي زيكزارسيس، ومن بعد ان شاء الله غنبدا من دابا نسجل لكم لي زيكزارسيس اللي عندكم الاولين، بعدين من لي زيكزارسيس 8، حيت لي زيكزارسيس 7 تقبل راه عاطيكم لي سوليسيون ديالهم في الكتاب. دونك حنا غنبداو من 8، بغيتو حتى نخدم معكم حتى التمارين الاولين، حيت كاين غير الاجابه بدون شرح، لو بغيتو نشرحهم لكم مرحبا نشرحوهم ان شاء الله، داكشي غير على حساب الوقت، دونك حيت ما كاينش الوقت بزاف، سيرتو هاد الدروس الاخرين راه كيكونوا امتحانات، كيكونوا فروض، كيكون خصك تخدم بزاف فروض مع المستويات الاخرين، جدع مشترك مع الاولى باك، مع دوزيام اني بروميير اني، ومع الباك، دونك ما كيكونش الوقت بزاف. دونك غادي نحاولوا ان شاء الله، عندكم حتى واحد الكي سي ام عندكم في لاباج الاخره حتى هو زوين، داك الكي سي ام كيشوف واش فعلا فهمتي الدرس مزيان ولا لا، عندكم في لاباج 86، دونك حاولوا حتى هو تخدموا، هو واحد لوطو فورماسيون، ها هي لوطو فورماسيون حتى يعطيكم الاجابه ديالها، ليكزارسيس 43 44 45 46، دونك حتى هما زوينين هاد لوطو فورماسيون، كنصحكم ترجعوا ليها سواء عندكم هاد الكتاب ولا ما عندكمش، ضروري تخدموا هاد لوطو فورماسيون. غادي نحاول من بعد ان شاء الله نصور لكم حتى التمارين اللي ما عندهمش الكتاب، وبغيتو نصور لكم التمارين نحطوهم في القناة ديال الواتساب ولا في الصفحة ديال الفيسبوك. مرحبا بالجميع، ومرحبا بالاقتراحات ديالكم، اللي عنده أي اقتراح، أي حاجة كيقترحها علينا يقترحها. فوالا دونك كملنا لي سيستيم، دونك هذا هو التمرين الأخر 46، دونك دير بوز على ليكزارسيس اللي بغيتي، غادي نحاول نرجع بالسربة، وانتوما راه دير بوز راه غادي توقف في ليكزارسيس اللي بغيتي. مهم يلا نخليكم دابا تهلاو في روسكم، نلتقي ان شاء الله في فيديو اخر، وما تنساوش الدعم ديالكم راه مهم، غير هذيك لايك راه كطلع الفيديو لوحدين اخرين، كومونتير حتى هما لي كومونتير ولي لايك، هما التفاعلات على الفيديو هما اللي كيخليو الفيديو انه يتقترى عند وحدين اخرين، وسيرتو اهم حاجه هي البارطاج، حيت فاش كتبارطاجي انت الفيديو مع واحد صاحبك راه اكيد 100% غادي يدخل لهداك الفيديو، حيت صيفطتي ليه ليا مباشر مباشر ديال الفيديو، دونك راه غادي يمشي ليه مباشره ويدخل حتى هو يستافد،
وسيرتو لا بارطاجيتي في لي جروب، راك تعطي الامكانيه لوحدين اخرين ماشي غير واحد، مجموعه يقدروا يدخلوا. دونك عاونونا بالبارطاج واللايك لي كومونتير، وسيرتو اشتركوا في القناه باش يبقى يوصلكم دائما الجديد. نلتقي قريبا في فيديو اخر وشرح جديد. خلوا لي في التعاليق شنو بغيتو يكون في الفيديو الجاي. السلام عليكم.